أستاذة حفصة، إذن مذكرة رئيس النيابة العامة تفرض الآن على جميع الفاعلين السياسيين والحقوقيين المعنيين بالعملية الانتخابية التدخل في هذه العملية من خلال إسناد النيابة العامة بكل الملاحظات والشوائب التي قد تتوفر لديها للتصحيح. أيضا أنا أريد أن أقول في البدء بأن الانتخابات الحالية هي انتخابات جاءت في ظرفية استثنائية، اللي هي الظرفية ديال خروج المغرب والعالم كامل من جائحة ديال كورونا، وكذلك الظرفية ديال خروج ديال النموذج التنموي. والحقيقة النموذج التنموي كما تحدثنا عنه في سابقا أنه تناول بكثرة القضية ديال الغش وديال الفساد، وبالتالي أن المغرب عنده إرادة قوية من أجل القطيعة والاستجابة، يعني استجابة لهذه الملتمسات ديال المواطنين اللي كانوا كيعبروا عليها، وديال العتب اللي عبروا عليه في اكثر من مره. الاراده ديال المغرب كذلك بان تكون انتخابات قويه هي بانت كذلك في المستجدات ديال القوانين التنظيميه السابقه، اللي حاولت انها نوعا ما انها تعمل على تجويد وتخليق الحياه السياسيه من خلال مجموعه ديال المقتضيات اللي كنا شفنا من قبيل، مثلا التنصيص على حاله ديال التنافي وجمع ديال العضويه ما بين رئاسه المدن والعضويه ديال البرلمان، ديال الترحال اللي كان كيسيء من العمليه الانتخابيه، كذلك ديال توظيف ديال الكفاءات من اجل تقديم اراء وافكار من اجل تطوير العمل الحزبي وكذلك تخليق ديال العمل الحزبي. اذا اللي كنشوفوا بان هذه الدوريه هي تحصيل حاصل في اطار اراده قويه للدوله المغربيه اليوم بالمضي بهذه الانتخابات نحو انتخابات شفافه ونزيهه، وذلك لان عندنا رهان كبير اليوم في المغرب هو إرجاع الثقة ديال المواطن المغربي في الانتخابات والرفع من نسبة ديال المشاركة في الحياة السياسية، لأن كما كنشوفوا بأن في الانتخابات الفارطة كانت عندنا نسبة إن كانت لا بأس بها على مستوى الجماعة الترابية بحيث وصلت النسبة ديال 53%، فإن النسبة ديال على مستوى الانتخابات التشريعية كانت لم تتعدى النسبة ديال 42 أو 43 إن كنت أتذكر، وبالتالي أن الرهان اليوم هو رهان ديال الشفافيه والنزاهه من اجل اعاده المصداقيه والثقه نهاد الانتخابات. والاراده هي اراده قويه ديال الدوله للمضي في هذا الاطار، والى ان هناك يعني مجموعه من المظاهر التي نلاحظها اللي يمكن انها تؤثر سلبا على هذه الاراده، وهي مظاهر الترحال التي تعيشها اليوم الاحزاب المغربيه، تعيش نزيف بعض الاحزاب نزيف من الترحال الى احزاب اكس التي يقول الراي العام ان هناك حزبين سوف يتصدران العمليه الانتخابيه مستقبلا، وبالتالي هناك نزيف من الترحال اليهم. هذا قد يضر بالمصداقية ديال العملية الانتخابية، ونتمنى ألا يؤثر سلبا على كل المجهودات التي يبذلها المغرب في هذا الإطار.